طيب personalized approach. اوكي، دول مجموعة من الناس، تمام. ده محمود، ده علي، ده مش عارف احدد ده اسمه ايه بصراحة، حسين، ماشي، بس بلاش حسين، ماشي. المهم يعني دول ناس كلهم مختلفين، قد يكون عندهم بارتس زي ما احنا شايفين، هم كلهم اشكالهم والوانهم كلها مختلفة عن بعض، وده معناها انه لازم التريتمنت بتاع البارت يبقى personalized، يعني على حسب الحالة. طيب عشان يبقى personalized، انا عايز في كل البارت اللي قد يكون الدنيا تمام التمام، قد يكون في واحد فيهم اللي هو الاحمر ده، ده هو ده اللي عنده كانسر، هو مش هيقدر نفرقه خالص 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 عن الباقيين، هو زيه زيهم بالظبط، مفيش اي حاجه خالص. فلازم اول حاجه في البيرسونايز ابروتش ان يبقى في سيرفيلانس، تمام. انا مش هاخد قوي في قصه السيرفيلانس لان اوريدي في جلسه بعدينا بتاعت سكريننج اوف جي اي تي، واعتقد ان السيرفيلانس بتاع البارت هيبقى موجود فيها، ولكن لازم نبقى عارفين ان هو مش ريكومندد روتينلي، وان في كرايتيريا معينه اختار السيرفيلانس اكوردنج تو ات، ولكن طبعا لا اغفل ابدا ان انا عندي الريد فلاجز اللي هي بالظبط اتكلمنا عليها الدكتور احمد مراد في المحاضره بتاعته، وان احسن حاجه للسيرفيلانس دي طبعا طبعا ان لازم يبقى عندي هيستوباثولوجي، وده لازم بيعوز هاي ريزولوشن اندوسكوبي اللي هو فيه بقى النارو باند والبي ال اي والفايس والبايس والحاجات اللي هي بالشكل ده عشان اقدر احدد التشو. وبرده احنا كنا مخصصين جلسه كامله للابتيكال ريكوجنيشن موجوده كانت يوم الاربعاء، بيحاولوا ان هم يلاقوا حاجات بديله زي ان هم يعملوا سبونج العيان يبلعها وتاخد تشو، والتشو دي يحللوا فيها شويه بايو ماركرز والحاجات بتاعت الكلام ده بروميسنج، بس طبعا هيفضل دايما قصه الكوست الدنيا ماشيه ازاي. المهم الباثولوجي، انا محتاج من الباثولوجيست حد اكسبيرينس باثولوجيست، وكلمه اكسبيرينس باثولوجيست دي هنكررها كتيره جدا 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 واحنا بنتكلم على البيرسونالايز ابروتش بتاع البارت، يعني لدرجه ان عند اي ديسيجن بيقول لك بس تاخد هذا الديسيجن بروفايدد ان اللي قال لك هو راجل باثولوجيست بيشتغل بارت بس، ما اشتغلش حاجه تانية، يعني لو اديت له عينه من اي حته تانية مش هيعرف، وده هيبان لنا دلوقتي. انا محتاج منه انه يقول لي اخبار الديسبليزيا ايه، لو جريد ديسبليزيا ولا هاي جريد ديسبليزيا، تمام، علشان اقع في كاتيجوري من هذه الكاتيجوريز. هذه الكاتيجوريز ايه؟ نو نيجاتيف فور ديسبليزيا، انديفينيت اوف ديسبليزيا، لو جريد، هاي جريد، ولا قدر الله مش عايزين المنظر ده خالص بتاع الاسوفجيال الادينو كارسينوما، تمام. الريسك بتاع الادينو كارسينوما اكيد انا على حسب القصه، لو ما فيش عندي ديسبليزيا الريسك قليل جدا جدا، حوالي 3 في 1000. اللو جريد ديسبليزيا الدنيا تزيد شويه تبقى تقريبا 8 في 1000. الهاي جريد ديسبليزيا بقى فجاه الدنيا تنط تبقى 14%، رقم كبير جدا جدا. فانت هتلاقي ان كان من اللو جريد ديسبليزيا للهاي جريد ديسبليزيا كانك اتنقلت اوضه تانية خالص، كانك اتنقلت في حته تانية تماما. فلازم البيرسوناليز ابروتش هو عايز يعمل السكينه دي، الفرق ده ما بين اللو جريد والهاي جريد ديسبليزيا، لان حتى كمان الهاي جريد ديسبليزيا دول 30 ل 40% منهم بيلاقوا ان هم يعني هاربرنج اوكلت مالجنسي ادينو كارسينوما. طيب هذا البيرسوناليز ابروتش هيعتمد عليه ابو نو ديسبليزيا خالص، يبقى ده هعمله سيرفيانس افري 3 تو 5 ييرز، وبرده امتى 3 امتى 5 على حسب الريسك فاكتورز بتاعته بتاعت السيرفيانس. طيب لو جريد ديسبليزيا يبقى انا هعمل له ايه؟ اهم حاجه ايه؟ زي ما احنا قلنا الكلمه اللي احنا عايزين نطلع بيها النهارده، لازم بي سبيشاليزد باثولوجيست، حد يقول لي فعلا والله العظيم ده لو جريد ديسبليزيا. ممكن ساعتها ادسكاس مع العيان ده البوسيبيليتي ان انا اعمل له ابليشن للاريا اللي انا شاكك فيها ان هي تكون كده، واعمل سيرفيانس طبعا بقى اقل بقى بكتير. شايفين كنا بنقول 3 لـ5 سنين، مجرد بقى عندي لو جريد ديسبليزيا بقى السيرفيانس بتاعي بالكتير قوي من 6 شهور الى سنه. طيب هاي بقى جريد ديسبليزيا اللي هو الانسدنس فيهم عالي جدا، يبقى لازم هناقش معاه، برضو لازم ياكد لي الباثولوجيست السبيشاليز ان دي هاي جريد ديسبليزيا، لان هاخد ديسيجن خطير جدا جدا اكوردنج لده، اللي هو يا اما اندوسكوبيك ريسكشن يا اما اندوسكوبيك ابليشن، تمام. وحتى كمان اب تو تي 1 اي ميكوز الادينو كارسينوما
هبتدي ان انا اعمل مالتي ديسيبلينري وافكر هل ممكن اعالجه اندوسكوبيكلي ولا ادخل معايا ناس تانية، لازم يخش بقى فيها سي تي وبيت يعني مالتي ديسيبلينري ابروتش، واحنا قدمنا اكتر من جلسه فيها مالتي ديسيبلينري ابروتش. مش بس كده كمان، ده يعني ايه يعني ابسطها شويه كمان، ممكن لغايه التي 1 بي اللي هو فيها سب ميكوزال افكشن، ولكن طبعا برضو لازم الثوراسيك سيرجري والانكولوجي يكونوا معايا هاند ان هاند. ما يبقاش انا مثلا عشان اندوسكوبست ابقى انا يعني جريء ومتسرع وعايز اعمل اندوسكوبيك تريتمنت من غير ما اكون واخد الكليرنس من الثوراسيك سيرجن ومن الانكولوجي. طيب ايه الموداليتيز بتاعت الاندوسكوبيك ريسكشن اللي عندي؟ ايه الراشونال للاندوسكوبيك ريسكشن؟ ايه ان ده هيديني كومبليت هيستولوجيك سبيسيمن، اقدر بقى ساعتها فعلا اللي انا كنت مش مقيمه 100% اقدر اقيمه بشكل احسن، ويقدر يعمل لي بروبر ستيجنج ويقدر يقول لي الدنيا ماشيه معايا ازاي. الحاجات اللي متاحه عندي اللي هي الباند اور كاب اسيست الاي ام ار، او ان انا اعمل اي اس دي. امتى بنعمل اي اس دي؟ لما بكون عاده الليجن عندي اكتر من 1.5 سم، لو اقل من 1.5 سم بنكتفي بالاي ام ار. الميزه ان في الحالتين السبيسيمن هتطلع لي ان بلوك، اقدر اعمل مش بس الهوريزونتال سيفتي مارجن، ولكن ايضا اعمل الفيرتيكال سيفتي مارجن، ان الباثولوجيست هيقول لي ان انا ما عنديش انفيجن ل السب ميكوزال ستراكشرز وما عنديش لينفوفاسكولار انفيجن، فمش محتاج ان انا اعمل سيرجري ليتر اون. الاي ار اس سيف، الانسز اوف كومبليكيشنز قليله جدا جدا، وعندنا الجلسه الجايه كلها هنتكلم على الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل مع الديفرنت موداليتيز في الاندوسكوبي، وحتى اذا حصل ستريكشر ممكن اعمل له دايلاتيشن. الالترناتيف الثاني اللي هو الابليشن، ده كان في عندي حاجات كتيره اشهرهم حاليا الثيرمال ديفايسز اللي هي بتعمل راديو فريكونسي ابليشن، ودي في منها نوعين، نوع بيعمل 90% 90 ديجريز بس اللي هو بيعمل حته، وفي نوع اللي هو بيعمل 360 ديجريز الباد بتاعتها. عندي الارجون بلازما والمالتي بولر الكترو كواجوليشن، وعندي ايضا الكرايو ثيرابي، وزمان هيستوريكلي كان عندنا الفوتو دايناميك وكانت الريزلتس بتاعته مش فظيعه جدا. ده اللي قلت لحضراتكم عليها اللي هو الراديو فريكوانسي ابليشن والافكت بتاعه. ده الهالو 360 اللي هو داير ما يدور، وده الهالو 90 بيبقى واخد بس انجل واحده. وفي عندي سيستم تاني اسمه باركس اللي هو برضو بنفس القصة، برضو فيه على بالون عليها الراديو فريكوانسي بروب. ده الطريقة بتاعتها ان هي بنخش وبننفليت بعدين بديفليت، نخش على الاريا التانية انفليت بعد كده نحرقها. طريقة يعني قد تبدو ان هي فيري سيمبل. عندي السبراينج بتاع الكرايو بيدي برضو بروميسنج ريزلتس، وعندنا اتنين ببلشت يعني ميتا اناليسيز يعني قايلين ان هم بيوصلوا اب تو 100% في الهاي جريد ديسبليزيا، وفي كمان الكارسينوما ممكن توصل ل 84%. ده الجهاز بتاع الكرايو، وده بيبقى سبراي بيعمل، وده الايفكت بتاعه بالظبط عامل زي الهيموستاتيك سبراي بس ده كرايو، ده فريزنج بالراحة كده. وباختصار شديد البيرسوناليز ابروتش از اول اباوت ريسك ستراتيفيكيشن، اقدر احط العيان بتاعي في انيو كاتيجوري عشان اقدر احدد بالظبط هو التريتمنت بتاعه ازاي. في بروميسنج اندوسكوبيك ثيرابيز اوريدي بتتعمل حاليا، وغالبيه الاندوسكوبس دلوقتي بقى بينفذوها، بس بروفايدد ان انا عامل الريسك ستراتيفيكيشن بتاعي كويس بالمشاركه مع المالتي ديسيبلينري تيم. وفي الاخر هي دي الفكره بتاعت انك انت لازم تبرسونالايز التريتمنت بتاع حالات البرد. المحاضره دي وطبعا بقيه المحاضرات بتاعتي بتبقى موجوده على اليوتيوب للي حابب ان هو يشوفها او يعمل سبسكرايب للشانل، وشكرا جزيلا لحضراتكم.